تطوير المستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية ومنشآت طبية حديثة تنضم للمنظومة، فلسفة تتبناها الجمهورية الجديدة ورؤية طموحة لمستقبل مصر 2030، هذا ما رصدناه اليوم خلال جولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة كفر الشيخ. طبعا محافظة كفر الشيخ من المحافظات الأهم جدا بالنسبة لنا، لأنها يعني قريبة من الدخول في مراحل قادمة من خلال التأمين الصحي الشامل أو منظومة التأمين الصحي الشامل، وبالتالي كان مهم جدا احنا نيجي نطمئن على كم المشاريع. يمكن محافظة فيها 3.7 مليون نسمة، تعتبر من المحافظات متوسطة العدد بشكل هام، تتوقع يعني موجودة في وسط محافظات كثيرة حواليها، فممكن يكون الخدمات الصحية بتخدم محافظات قريبة منها بشكل متميز. بنتكلم على 18 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات لأمانة المراكز الطبية ومستشفيتين للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة طبعا إلى القطاع الخاص اللي أيضا متميز في محافظة كفر الشيخ. احنا زرنا لحد دلوقتي كفر الشيخ العام، وزرنا مركز الجهاز الهضمي والكبد، والنهارده دلوقتي احنا في صرح طبي الحقيقه متميز جدا، يمكن لاول مره بنكون موجودين في مركز اورام متقدم في احدى محافظات الدلتا، وده الحقيقه ان شاء الله لما يخش الخدمه في خلال الاسابيع القليله القادمه، لان هو اكتمل في كل الاجهزه سواء الفرش الطبي او الغير طبي. احنا رايحين الحمول ورايحين بيلا ورايحين الرياض، يعني مشاريع كانت موجوده في المحافظه ممكن تكون بقى لها حوالي 8 سنين متعطله، ولكن الحقيقه من حوالي سنتين دفعنا للمحافظة بشكل كبير بدعم كبير من سيادة المحافظ الحقيقة لمتابعته الدقيقة على كل المشاريع اللي احنا بنعملها، وتوفيره لكل المعوقات اللي ممكن نقابلها، سواء بقى من يعني لحاجة علاقة بالكهرباء أو الصرف أو كل الإجراءات الخاصة بالتصاريح والترخيص. محافظة كفر الشيخ الحقيقة في خلال عام 25 هتقدر تصل إلى مرحلة يعني متقدمة جدا في الخدمات الصحية على مستوى كل المحافظة، سواء بالنسبة لمراكزها أو المدن المختلفة في محافظة كفر الشيخ. يعني الحقيقة مركز الأورام ده حدث هيغطي شمال الدلتا كله، أيضا المستشفى العام، ايضا سيادته وافق على الموقع الجديد بتاع المستشفى العام الجديد بحيث ان يتم الانشاءات ثم تنتقل الخدمه، ايضا مركز الكبد والجهاز الهضمي بخلاف عديد من المستشفيات اصلا اللي موجوده هنا زي البرولوس واللين وبلطيم، مستشفيات الحقيقه بتضاهي المستشفيات القطاع الاستثماري. باذن الله نطمع ان المستشفى الاورام زي ما معالي الوزير قال بعد العرض تبتدي تتعامل مع جمهور، هتخفف كتير على المواطنين عندنا في الانتقال الى محافظات مجاوره.